مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده ويوم جديد من تلفزيون القناه. في البدايه برحب بضيفي الكريم والكبير دكتور سليمان عبد الواحد، استاذ صعوبات التعلم المساعد، نائب رئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه لصعوبات التعلم وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه للدراسات النفسيه. برحب بيك دكتور سليمان. اهلا بحضرتك، نور الدنيا. سعيد، ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. مناعه نفسيه وعصبيه والضغوط كتير والكلام كتير والجائحة، والناس أصلا في حالة من حالات التوتر عند بعض، يعني في ناس مكبرة دماغها أصلا ومش عايزة تركز في أي حاجة، وفي ناس متوترة من كتر أي هواجس حواليها، سواء في صعوبات الحياة بشكل عام أو فيما يواجهها من صعوبات مستجدة زي كوفيد 19 مثلا على سبيل المثال. حضرتك ليك البحث الأخير، المناعة النفسية العصبية للصغار والكبار، عايزين نتكلم عنه شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك والساده المشاهدين الكرام، وبسعد دايما في وجودي او بوجودي في قناه القناه المنبر الاعلامي المحترم. هو يمكن الفكره يا استاذ خالد جايه من انه زي الجسد ما بيمرض او بتواجهه امراض وفيروسات وكذا، كذلك النفس بيعتريها الكثير من المشكلات والضغوطات والاحباطات والاخره، فمحتاجة جهاز مناعة يواجه هذه الضغوطات والإحباطات. يبقى زي ما الجسد بيحتاج جهاز مناعة يواجه الفيروسات اللي بتجيله بقى، الحاجات العضوية والكلام ده والأمراض، النفس نفس النظام بتحتاج جهاز مناعة نفسي وعصبي قوي قادر على مواجهة هذه الإحباطات. عشان كده بنقول إن المناعة النفسية العصبية هي عبارة عن منظومة متكاملة ومتداخلة ومتفاعلة بتشتمل العديد من الأبعاد، سواء كانت معرفية أو سلوكية أو فسيولوجية أو عصبية، بحيث أنها تجعل الفرد قادر على مواجهة الصعوبات والكروب ويعني المشكلات والإحباطات، وفي نفس الوقت بتخليه بقى قادر على أنه هو يتحمل النتائج بتاعتها بقى، سواء كان حساسية مثلا من مشكلات أو عنده فشل أو تشاؤم أو سخط أو الكلام ده كله، الحاجات الناتجة عن الإحباط والكلام ده كله. لما الإنسان بيمتلك جهاز مناعة نفسي قوي بيبدأ إن هو يواجه هذه المشكلات. عشان كده أنا يمكن كان لي نموذج الحقيقة أنا يعني اقترحته مؤخرا، ويمكن كان في بحث نشرته في يناير الجاري في دولة الجزائر الشقيقة في إحدى الملتقيات الوطنية، يعني كان تحديدا يوم 21 يناير، كان اللي خلص ده اللي خلص بالضبط كده، كان بعنوان المناعة النفسية العصبية في إطار النموذج السليماني التفاعلي للصغار والكبار. يعني إزاي إن إحنا ننشط جهاز المناعة النفسية عند الصغار وعند الكبار، لأن كل من الصغار والكبار، وأنا أقصد هنا بالصغار اللي هم يعني عشان خاطر اللي هم الكبار خلاص معروفين اللي هم مسنين مثلا أو كده، والصغار أنا عندي مراحل مثلا زي مرحلة ابتدائية مرحلة إعدادية الكلام ده كله، بما يشمله برضو الكبار هنا دخل معهم المراهقين يعني في مرحلة المراهقة، لكن مش دي القضية كتقسيمة. لكن اللي كان يهمني أنه يبقى إحنا بنتكلم عن المناعة النفسية العصبية عند كل الناس، لأن الناس كلها بتتعرض لضغوط. يعني الطالب عنده ضغوط أكاديمية وعنده ضغوط دراسية وعنده برضو مشكلاته، المراهق نفس النظام، الكبير نفس النظام، المسن مثلا عنده برضو ضغوطه وعنده مشاكله، كذلك الموظف عنده ضغوطه المهنية عنده مشاكله برضو في المهنة عنده، فحاجات كتيرة جدا الإنسان بيتعرض ليها. فيمكن أنا كنت اقترحت الحقيقة يعني نموذج تكاملي، زي ما احنا بنقول إن المناعة النفسية هي عبارة عن منظومة تكاملية، فكان هذا النموذج بيشتمل على 6 وحدات رئيسية. يمكن أنا قلت إن هي الـ6 وحدات دي هي مكونات لجهاز المناعة النفسية العصبية. أول مكون من هذه المكونات هو التفكير الإيجابي. التفكير الإيجابي يا أستاذ خالد هو أحد أنماط التفكير المنطقي، يعني الإنسان يقعد يفكر بمنطقية، وفي نفس الوقت هو تفكير من اسمه كده إيجابي، يعني دايما بياخد الفرد للإيجابية بيبتعد عن السلبية. بيشتمل هذا النوع من التفكير على عدة أبعاد فرعية بقى، واخد بال حضرتك؟ يعني أول وحدة دي اللي هي وحدة التفكير الإيجابي فيها مجموعة أبعاد فرعية، زي مثلا إنتاج أفكار منطقية تجابه الفيروسات الفكرية اللي بتتصدر للفرد،
ما انا النهارده علشان انا لو انا مثلا في مشكله ما جات لي فيروسات فكريه ومنها الشائعات مثلا على سبيل المثال، ما دي من اخطر الفيروسات الفكريه عندما نقول لك ايه فيروس كورونا ده شيء صعب في هذا العصر وكذا. انا دايما بقوله من زمان، يمكن كان ليا كتاب بهذا العنوان سيكولوجيه الشائعات بين قوسين طاعون العصر، هي الشائعات هي اللي طاعون العصر، يعني مش فيروس كورونا ولا حاجه، لان الشائعات دي هي اللي بتهدم دول، واخد بال حضرتك؟ فلما تيجي افكار مثلا هدامه زي الشائعات والكلام ده كله، لازم الانسان بيحل محل يعني يواجهها بانتاج افكار منطقيه بقى تجابه هذه الشائعات او الفيروسات الفكريه عشان يقدر ان هو يتصدى ليها، مش اي حاجه ان هو يصدقها والكلام ده كله. ده حاجه من الحاجات اللي هي من ضمن الحاجات اللي هي في التفكير الايجابي. ايضا اللي هو الشعور بالرضا، لما الانسان يبقى عنده يعني شعور بالرضا ده هيخليه مش ساخط، مش هيخليه ناقم على الوضع والاخر الحاجات دي كلها، فده يعتبر برضو جزء من التفكير الايجابي. تحمل المسؤولية، ما الإنسان اللي بيبقى عنده تحمل مسؤولية ده بيعتبر هو من الناس اللي عندها نوع من أنواع التفكير الإيجابي. كذلك التسامح، يعني ما فيش واحد عنده تفكير إيجابي ما تقولوش متسامح، لأن التسامح بيعتبر من أهم مكونات التفكير الإيجابي. الإنسان اللي بيتسامح مع الآخر ويتسامح مع نفسه، يعني مش مع ما في ناس بتبقى عندها جلد الذات والحاجات دي كلها، لا احنا هي دعوه للتسامح، لان التسامح النهارده في ظل الحياه اللي احنا فيها، تسامح بقى ما بين الاديان، ما بين الافراد، ما بين المجتمعات، الحاجات دي كلها. ايضا تقبل الذات، الانسان يبقى متقبل ذاته على ما هي، ده مش معناه ان هو ما يبقاش عنده طموح هو لاخره زي ما هنيجي في بعض المكونات التانية، لكن لازم يبقى عنده تقبل لذاته، لانه لو مش متقبل ذاته مين هيتقبلها له؟ فهيعاني من المشكلات النفسية وعدم التوافق النفسي لما يبقى هو مش راضي نفسيا. كذلك الصلابة النفسية بتعتبر من أحد المكونات اللي هي خاصة بالتفكير الإيجابي، ده بيعتبر أول مكون من مكونات جهاز المناعة النفسية العصبية في إطار النموذج السليماني التكاملي اللي أنا طرحته. وحضرتك بتسترسل في هذا الإطار وبتتكلم عن ان الجانب المناعي ده مهم جدا، مين اللي بيخلقه؟ انا كشخص انا اللي بخلق ولا الناس اللي حواليا هي اللي بتصدر لي المناعه النفسيه؟ يعني ممكن واحد يكون صديق ليا فيجي يقول لي يا عم هون على نفسك ده كذا ده حصل، يعني هل ده ولا لازم انا اللي اوجده في نفسي علشان ابدا اشوف ايه هي الصعوبات اللي هتواجهني وابدا انا اللي اواجهها بهدوء اكتر؟ هو طبعا يا استاذ خالد سؤال حضرتك مهم جدا جدا بصراحه، لانه هو يمكن ناس كتير بتعتقد اول ما نيجي نتكلم عن جهاز المناعه النفسيه العصبيه مثلا او المناعه النفسيه بشكل عام يقول طب هو ده موجود جوه الانسان، طب هو بيتنشط كذا. هو الانسان زي ما حضرتك شايف التفكير موجود عندنا كلنا، يعني هو موجود عندنا، لكن هل احنا بننشط المكونات دي ولا لا؟ طيب هل ممكن واحد صديق، يعني انت قصدك هل هو مكتسب ولا مورث ولا كذا؟ هو طبعا بيبقى الانسان بيكتسبه، لان ممكن واحد ما يبقاش عنده مناعه نفسيه خالص، يعني هو تفكيره سلبي وما عندوش ثقه بالذات بالنفس ولا عنده ثبات انفعالي ولا، لكن هو بشر وموجود وعايش واخد بال حضرتك، لكنه لا يمتلك هذا الجهاز. عشان كده احنا بنقول ان هو جهاز يعني غير ملموس، لكن انا بستدل عليه من خلال القياس مكوناته واخد بال حضرتك. زي مثلا هات لي الذكاء، امسك لي الذكاء كده بتمسك، امسك لي التعلم، امسك لي الحب، دي كلها مفاهيم يعني مجرده واخد بال حضرتك، لكن انا بستدل عليها من خلال القياس واخد بال حضرتك. فهو ممكن هو مكتسب لكن ممكن يتنشط. طب ممكن واحد يديني حاجات سلبيه يدمر لي جهاز المناعه؟ هو ده برضو حضرتك تقصده بالظبط. عشان كده احنا دايما بنقول يعني، وهنيجي لقصه تانية او مكون تاني واخد بال حضرتك، بيبقى بيشمل ما يسمى بالتفاؤل واخد بال حضرتك، اللي هو انا ما اقعدش بقى سلبي 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 الكلام ده كله. تاني مكون يا استاذ خالد من مكونات جهاز المناعه النفسيه العصبيه في اطار النموذج السليماني التكاملي هو الثبات الانفعالي. دي حاجه يعني مش كتير عند الناس، يعني واخد بال حضرتك، لان في واحد، ودي طبعا ترجع بقى للفروق الفرديه بين الافراد كمبدا حاكم في علم النفس، ان مش كل الناس زي بعضها، في واحد عنده قدر من الثبات الانفعالي متوسط، في واحد عنده قدر منخفض، في واحد عنده قدر من الثبات الانفعالي عالي. بيبقى على حسب المواقف الانسان بتحرك فيها واخد بال حضرتك. عشان كده بنقول انه
ممكن واحد بسبب عدم امتلاكه لمستوى مناسب من الثبات الانفعالي يضيع حقه ويكون صاحب حق. صح، واخد بال حضرتك؟ عشان كده احنا بنقول ان مكون الثبات الانفعالي ده من اهم المكونات، او انا حاطه تاني مكون من مكونات جهاز المناعه النفسيه العصبيه. بيشتمل على بعض الحاجات الفرعيه زي التحكم في الذات او التحكم الذاتي. الانسان اللي بيبقى عنده قدره على التحكم في انفعالاته وشهواته ونزواته ويدير انفعالاته هو، يعني مش انفعالاته اللي بتسيره، لا ده هو اللي بيقدر يسير الانفعالات دي وبيقدر ان هو يكبح جماح نفسه. واخد بال حضرتك؟ التحكم الذاتي. تاني حاجة تقدير الذات. الانسان اللي بيبقى حاسس بذاته، لان طول ما الانسان ما عندوش تقدير لذاته لو كل الدنيا قالت له انت كويس هو مش حاسس انه كويس. طيب خلينا اقطعك في الجزئية دي. فضل. عندي نقطتين. فضل. نقطة منهم ان حضرتك بتقول لي على في حد ما بيشعرش بذاته. نعم. او لا يقدر قدراته الشخصية. نعم. ولا الكلام ده كله. ده جانب. وفي واحد يقدرها. طيب ما انا عندي اتنين. واحد شايف الدنيا سودة طول الوقت. نعم. شايف ان انا ما اقدرش اعمل حاجة. شايف ان انا لو عملت اي حاجة هفشل فيها. شايف ان انا منتظر شغل فما لقيتش الشغل. هتخرج من كلية ما الدكتور مضطهدني في الجامعة. ايا كان بقى النوعيات السلبية. نعم. هو مصدرها لنفسه. نعم. او اللي حواليه مصدرينها له الله اعلم. لكن في النهاية هو عايش داخل الدايرة الكئيبة دي ومش عارف يطلع منها. طب هو هيجيب اثبات ذاته ازاي وهو في نفسه في الجزئيه ده؟ هيجيب ده واحد. نعم. عشان اروح لك للثاني. تمام. اولا يمكن برضو حضرتك يعني الاجابه عن سؤال حضرتك ده هتيجي في مكونات تانية زي مكون الامل بابعاده، زي مكون الثقه بالذات. هيجيبه منين؟ إيه؟ عندي انا في النموذج. انا اقصد ان انا الحاجات دي كلها بيتم تنشيطها من خلال حاجات كتيرة جدا. يعني انا النهاردة لو انا اعتبت نفسي عفوا عشان كده سألتك السؤال الاول اللي هي فكرتي هو انا بكتسبها ولا انا ما انا لو انا منتظر ما انا هفضل في حالة الكآبة دي ولا ادور على الصديق الاخ الاب اللي انا بثق فيه هو اللي يقعد يقول لي. او بمعنى اصح انا واحد من الناس في اوقات بيبقى الواحد عنده حالات ضغوط. نعم. فيجي لك صديق اصبر استحمل اللي جاي هيبقى احسن. نعم. فبيديك دفعه معنويه بيبث الامل في حضرتك وهو عارف ده. فبالتالي انت حتى لو هتفوق لايام للحظات. نعم. بتلاقي نفسك. نعم. خرجت بره الحاله دي. بالزبط. وتبدا تنطلق شويه وهكذا. داخل في الاكتساب اللي هو ان احنا لما حد من يعني البيئه المحيطه واخد بال حضرتك او جماعه الرفاق او الاصدقاء او كذا اللي هم بقى بيجي من خلال حاجه اسمها الدعم النفسي. ما هو الدعم النفسي ده بيجي من خلال الاخرين. يعني انا بيبقى ممكن يبقى عندي دافع للانجاز وكل حاجه او للخروج من الازمه لكن مش قادر، فاحيانا بحتاج لدعم نفسي واخد بال حضرتك يقدم ليا. زي ما دلوقتي احنا بنتكلم في جائحه كورونا مثلا فنتكلم نقول يا جماعه الافراد دول في هذه الحقبه الزمنيه يعني بتبقى ده النموذج اللي حضرتك بتشرح عليه دلوقتي. صح بالظبط كده. فاحنا لغايه دلوقتي احنا يعني بنتكلم مثلا في الجزء او في المكون الثاني هو الثبات الانفعالي. فخدنا التحكم الذاتي زي ما حضرتك بتقول بس انا مش عايز يعني برضو اقاطع حضرتك في الجزئيه دي اللي كنا بنتكلم فيها هي حته ان انا ابس روح الامل والتفاؤل في الاخرين. مثلا واحد زي عنده مثلا فيروس كورونا المستجد. طيب ما هو ده محتاج دعم نفسي مش محتاج بقى ان احنا نتنمر عليه كورونيا بقى نشتغل على التنمر الكوروني عنده واخد بال حضرتك او نقعد ان احنا مثلا نبث فيه نقول له لا ده ناس كتير بتموت او يقعد يسمع كحالات الوفيات زي الفيسبوك دلوقتي تفتح الفيسبوك دلوقتي كله البقاء لله مش عارف ايه يعني كله حاجات عزاء. صحيح. صحيح. طب ما انا كده هيحس بنوع من ايه من الطاقه سلبيه كلها. نرجع تاني على الرسمة. أنا بشكر طبعا مخرجنا العظيم يعني أنه عرض رسمة النموذج. فبنقول في المكون التاني اللي هو الثبات الانفعالي المفترض الإنسان يبقى عنده هذه المكونات تقدير الذات زي ما قلت لحضرتك لازم مهم جدا لأن عدم إحساس الفرد بتقدير لذاته مهما عمل ومهما وصل هو حاسس أنه لا شيء. فدي مشكلة كبيرة جدا فلازم أنه يبقى حاسس داخليا أنه هو عمل شيء. وياتي بقى الدور الخارجي بقى خالد وهو تقدير الاخرين له ان هم يبداوا يقولوا له فعلا انت الحاجه دي كويسه انت انا متفق معاك في تقدير الذات. ما احنا برضو بندور على الشعر. أيوة. اللي ما بين ان انا اكون عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وثقه في قدراتي الشخصيه وما بين ان انا شايف نفسي رحت في حته تانية. ما هي ده الفرق بقى بين ما هو في ناس. نعم. في ناس. نعم. او اشخاص. خلينا نتكلم على الشخص. نعم. الاول. نعم. الشخص الاول
ممكن هو اللي يكون عنده ثقة في قدراته لا ترتقي لدرجة الغرور، بس نعم. هو عارف ان هو شاطر، نعم. ده مش لا يعيبه اعتقد، وده المكون الثالث. يعني لا يعيبني ان انا عارف ان انا تاجر شاطر، نعم. ان انا دكتور شاطر، ان انا مذيع شاطر، مش لا يعيبني، انا واثق في قدراتي. لكن احيانا بتصل الرساله للاخرين، ده وصل لمرحله الغرور لمجرد ان انت عندك ثقه في قدراتك. ازاي الدنيا تتظبط بالاضافه لان الشخص نفسه ما يتدرجش او ما يروحش من منطقه ان انا دكتور، لان انت تبقى انت اللي مغرور بقى. هو برضو دي بترجع للشخص نفسه، لان هو لو هو هيبدا ان هو يعني طبعا الانسان يعمل حساب للاخرين وكل حاجه، لكن في حاجات معينه انا مش مسؤول عن الفهم الخاطئ للاخر. صحيح صحيح، ومن ثم ده تقديرك انت. تقديري لذاتي، واخد بال حضرتك، وبالتالي لما انا اخطا بحاسبني. انما كون ان انا مثلا حاسس بقدراتي، ده بالعكس، ده احنا كل اللي احنا بنعمله ده كله قاعدين نبث في روح الامل والثبات الانفعالي عشان يحس بقدراته، لانه لو شعر الانسان بقدراته هيبدع، هيوصل لمرحله الابداع، لان ده بيديله داعم، بيبقى سبورت ليه عشان خاطر يبدا يخش على مرحله تاليه. انما لو هو حاسس ان ما عندوش قدرات او لاخره، زي الطالب في الامتحانات لو جه بعد بيحل سؤال ومش عارف يحله، طب هيديله دعم ازاي لانه يبدا يحل سؤال بعد كده؟ كل ده اسئله صعبه، يبقى انا مش انا مهم جدا يعني. ايضا في من ضمن الحاجات الثانيه اللي هي السعاده، شعور الفرد بالسعاده بيعتبر من الحاجات اللي بتخلي الفرد عنده نوع من الثبات الانفعالي. الاستجابات الفسيولوجيه بقى اثناء الانفعال، الواحد بيبقى مثلا في موقف ما يعرق، يبقى مضطرب، يتلجلج، ايديه ترتعش، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. لا يعني احنا بيبقى في بقى اثناء عمليه الثبات الانفعالي لازم الانسان يبقى هادئ الطباع على اساس خاطئ، عشان يبدا ان هو يبقى قدام الاخر هو واثق من نفسه، واخد بال حضرتك. في نموذج او اسف مكون تاني، وهو الثقه بالذات، او بيقولوا عليها الثقه بالنفس، ما عادش بيتقال عليها الثقه بالنفس خلاص، يعني بقت الثقه بالذات، واخد بال حضرتك. دي بتشتمل على حاجات كتير تحتها، منها الحث الذاتي ومقاومه الفشل. يعني ايه؟ انا النهارده وقعت في مشكله، او طالب رسب في مقرر في الجامعه، او سقط في سنه من السنوات، واخد بال حضرتك. طيب هل كون انه خلاص سقط او وقع في مشكله انه خلاص يقع ما تقوملوش قومه تاني؟ دي مشكله المجتمعات العربيه بقى بشكل عام، وبعض يعني الناس في المجتمع المصري بشكل خاص، انه لما بيتعرض لمشكله وبيقع ما بيبقاش عنده فرصه انه يقوم تاني. ليه؟ لانه هو لا يمتلك جهاز المناعه النفسيه بقى القوي. انا بيبقى لازم يبقى عندي ما يسمى بالحث الذاتي. يعني ايه حث ذاتي؟ يعني انا اللي بحث نفسي غير الاخر بقى، حث ذاتي يعني انا بقول لنفسي قوم، لا انا هبقى كويس، انا كذا. ومقاومه للفشل، ما سيبش نفسي للفشل، مش اقول كل الناس فاشله، ما اصل كله شايل مواد، ما اصل كله مش عارف بيلبس ما بيلبسش كمامه، وانا يعني مش، لا انا ابدا ان انا يعني ابدا بنفسي واحس نفسي واحافظ على نفسي. حاجة تانية المظهر الجسمي، يعني لازم الإنسان يبقى مظهره راضي عن شكله، مظهر جسمه. النهاردة عندنا في علم النفس ومن زمان في رسائل فيما يسمى بصورة الجسد وصورة الجسم، ما دي بتأثر على الثقة بالنفس بالفرد، سواء كان بقى النحافة أو السمنة أو غيره. صحيح. أو غيره. وكذلك القدرة على حل المشكلات، يعني الإنسان اللي بيبقى عنده قدرة على حل المشكلات، واخد بال حضرتك، بيقدر إن هو يعني المناعة النفسية بتخليه قادر على حل مشكلاته بشكل جيد، لأنه هو من خلال هذه المناعة يقدر لو جات له مشكلة يحلها بقى بشكل جيد، ويستخدم ما يسمى بالإبداع بقى في حل المشكلة. يعني هو يبدأ يشوف كذا حل ويختار الحل الايه الأمثل. المكون الرابع وهو المرونة الإيجابية. يعني ايه المرونة؟ المرونة او يعني الفليكسابيليتي، ان الإنسان يبقى مرن، ومرن هنا اقصد بيها انه يبقى قادر على التغيير وإعادة التشكيل. يعني ما بقاش صلب، بمعنى ما بقاش جامد، ما بقاش دجماطي، ما بقاش تسلطي، ما بقاش احادي الرؤية، لا ده يبدا يتغير، مش يتلون، لكنه يعني يتماشى مع المواقف بمتغيراتها الحاليه. ده اللي انا اقصده، لانه لو ما بقاش يتماشى مع المواقف بمتغيراتها الحاليه، مش هيقدر ان هو يعني يحل مشكلة. في متغيرات حواليك هي اللي بتفرض عليك كده. الطبيعة نفسها في تنازل، مثلا تعرض لمشكلة ففي تنازلات وفي كذا وفي كذا وفي الحاجات دي كلها، فأنا لازم أتوافق مع الموقف اللي هو اللي عندي. نعم. أيضا الوحدة خمسة، وهي وحدة الأمل اللي كنا نتكلم عليه من شوية. الأمل ده بيعتبر مكون إيجابي من مكونات الشخصية الإيجابية يا أستاذ خالد، موجودة
عند الفرد، لازم ان هو يمتلكه، لانه لو الانسان من غير امل مش هيعرف يعيش. نعم. اللي هو بقى احنا بنقول لازم يبقى عنده طموح، ولازم يبقى هو بيبص لبكره، لازم يبقى عنده توجه مستقبلي، لازم يبقى عنده نظره مستقبليه للغد، لازم يبقى متفائل، لازم الكلام ده كله، دي كلها الحاجات دي كلها في المكون اللي هو القبل الاخير، وهو مكون الامل. وياتي المكون السادس من مكونات جهاز المناعه النفسيه العصبيه، او وفقا للنموذج السليماني التكاملي، وهو تكامل وظائف المخ. نحن نعلم ان المخ يتكون من نصفين كرويين، نصف ايمن ونصف ايسر. النصف الكروي الايمن له وظائف معينه، والنصف الكروي الايسر له وظائف معينه، لكن هذا لا يعني ان النصفين كلهم يشتغل بمعزل عن الاخر، لا. احنا بنشتغل، في ناس بتشتغل بيسيطر عندها النصف اليمين في الوظائف، وفي ناس بيسيطر عندها النصف الشمال، وغالبيه الناس بيسيطر عندها النصف الشمال، لكن في بعض الناس بيشتغلوا بالنصفين مع بعض. ده متخصص ليه وده متخصص ليه؟ النصف الكروي الايمن ده بيبقى بتاع الحدس والابداع، الأيمن بالضبط كده، والخيال والتخيل والموسيقى والرؤية المتكاملة للشيء. النصف الكروي الأيسر لا، ده بيهتم بالألفاظ، يعني الأيمن الصورة، ده بالألفاظ واللغة اللي هو الأيسر، والتسلسل أو التعاقب، والتفكير الناقد أو النقد، واخد بال حضرتك، والناحية المنطقية، يبقى شغال منطقي. التاني حدسي أو ابتكاري، اللي هو ضد بقى، يعني احيانا يقول لك لا ده مش ضد المنطق، ماشي، ما ممكن يبقى ضد المنطق لكن هو شيء جديد. اتفضل حضرتك. تكامل الحاجتين مع بعض بيخلوا الفرد، واخد بال حضرتك، قادر على الابداع، قادر على النقد، وانا محتاجهم هنا، يعني الابداع في حل المشكله انا محتاجه، ونقد اي فيروس فكري او شائعه او فكره مغلوطه تيجي لي انا ما اخدهاش وتمر عليا مر الكرام، لازم انقد ومررها على البنيه المعرفيه بتاعتي علشان اعرف هل الكلام ده منطقي ولا لا، الكلام ده يرد عليه ولا لا، ما هو مش اي حاجه انا اصدقها، زي الحاجات اللي بتبقى على الفيسبوك يا استاذ خالد دلوقتي، يعني الشائعات او الحاجات، وكل شويه مجلس الوزراء يطالع يرد على الناس، يعني على الشائعات دي والكلام. صحيح. ده كله، ما كل ده برضو ارهاق على الدوله وارهاق على مؤسسات الدوله. وكل واحد يشير معلومه بدون ما يستوثق منها، يقول لك ايه الشير تؤجر ايه، ما تروح تشوف الاول تستوثق من المعلومه قبل، ده في ناس بتشير قبل ما تكمل قرايه اساسا، لا فرصه. ما هو بقى اللي انا سميتهم السوشيال جيه. ده مصطلح سليماني، يعني واخدوه بقى الساده المشاهدين، السوشيال جيه. ايه السوشيال جيه؟ دول الناس اللي قاعدين على السوشيال ميديا، لا بينتجوا ولا بيعملوا مثلا يعني شغل من وراء السوشيال ميديا انها تدر له عائد حلال وربح وكلام من ده، او مشروع او الاخر، لكن هو قاعد بيضيع في وقته للاسف، وبيهدر وقته، الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسال الناس عليه، وهو خلاص، لان هو بلا هدف، هو قاعد يضيع في وقته بس ويشيل وخلاص. طيب فدي كارثه. يعني خلينا اسالك على جنبين. اتفضل. جانب دلوقتي حد وثق في قدراته، عارف طبيعي زيه زي اي بشر، عنده مشاكله، عنده حاجات كتير بيمر بيها، عنده صعوبات، لكن هو برضو الحمد لله رب العالمين بيكون عنده ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، عنده ثقة في نفسه ومجتهد والكلام ده كله. لكن بما انك اشرت لنوعية معينة من رواد السوشيال ميديا اللي هو بيدي نفسه صلاحيات، لان انا رافض هذا الجانب في السوشيال ميديا مع كامل الاحترام لكل الناس، يعني ليه اصدقاء بنقعد نتناقش في الموضوع ده كتير، فانا متحفظ بشكل كبير جدا على جانب من السوشيال ميديا، جانب كبير كمان. انت بتدي نفسك صلاحيات، يعني مثلا حلقه زي حلقتنا النهارده، فتشيرت سي على احد مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، ففي بعض شافها كويسه، بعض شافها سلبيه، شاف المذيع غير جيد، شاف الضيف غير متحدث، عفوا يعني. لا لا لا، انت حر. بالظبط لحد كده انت حر. نعم. يعني لحد كده انت قول لا والله حلقه غير جيده، لا والله حلقه هايله، براحتك، تفهم ازاي يعني، انتقد كيف ما شئت، لكن بتدي نفسك صلاحيات تشتمني ليه، او تقول اصل ده النهارده هو كان بيتكلم على كذا مثلا للبلد، ده يا عم ده منافق مثلا، ده كذا. يعني اديت نفسك الصلاحيه ان انت تشتمني وتصنفني، مش بتكلم على كاعلام، انا بتكلم عموما، دكتور غير اي حد بيبقى قاعد مستخبي زي ما احنا بنقول كده ورا الكيبورد او ورا شاشه الموبايل مثلا، وهو قاعد عمال ينظر على كل الناس ويصدر طاقه. في اشخاص يا دكتور مهما كان عندها من الثقه في النفس بتزعل،
انا سمعتها من بعض المشاهير على فكره، يقول انا بزعل لما حد بيشتمني او بينتقدني او بيدخل في اهلي وفي اسرتي وبزعل مهما كان عنده ثبات انفعالي. هي القضيه في ايه؟ انه هو سمح لنفسه انه هو يبقى قاضي على الاخرين، دي حاجه، وما يعرفش انه هو اساسا ماذا قدم. يعني الانسان فينا علشان يبدا ينقد، انا الناقد على فكره من شروطه انه يبقى واسع المعرفه ويبقى عنده الحجج اللي يقدر يقنع بيها. ما هو الناقد ده بيبقى المفترض ان هو موسوعه، امال هينقد ايه؟ ده راجل جاي يحكم على الشيء، واخد بال حضرتك؟ ما هو من ضمن الابعاد التفكير الناقد ان بيبقى في قدره على الاستدلال وعلى الاستقراء وعلى الاستنباط، ما دي ابعاد التفكير الناقد. لو هو فكر في كده اصلا مش ده انا بقول مثلا يعني. فهو اصلا لو يمتلك هذا الكلام هيبدا يشوف الناس انها بتجتهد وبتشتغل، مش هيعمل كده. انما هو اصلا لا يمتلك مكومات او مقومات او مكونات التفكير الناقد لديه، علشان كده هو قاعد بس ينقد للايه؟ لأنا موجود. ما دي الكارثة. قول أنا هنا. هو أنا شايف إن هو لو بينتقد ممكن يبقى أدق في ألفاظه وألطف كتير، لكن هو بيطلع أعتقد يعني عقد النفسية على الآخرين. ما أنا بكلم حضرتك بصراحة. على فكرة هذا ليس فقط في إعلام أو في أي موضوع. أنا بكلم عموما صح. أنا بقول لحضرتك وأنا على الهوى، ده موجود حتى في العلم. أنا ودي كارثة إحنا عايزين نتخلص منها. يعني لما يجي واحد بشيء جديد، بنظرية جديدة، يعني يقول لك مش مثلا خلاص ده اجتهد، ده اشتغل، ده بدا يعمل مثلا لبلدنا، او ما انت في الاول وفي الاخر لما بتيجي تشتغل ما انت بتنسب لبلدك في الشغل بتاعك او في اجتهادك. لا يقول لك يا نهار ابيض هو ابتكر، ده كده اقترف اسمه مبين. لا احنا عايزين نخرج من هذه البوتقه. عشان كده انا دايما بقول ان انا بصنف اساتذه الجامعات صنفين يا استاذ خالد، استاذ باحث واستاذ موظف. الاستاذ الباحث ده اللي بيقعد يشتغل بحوث، حتى لما خد استاذيه بيبدا يقول انا بدايه الاستاذيه بالنسبه لي بدايه حياه، ببدا اشتغل بقى باريحيه لان كنت بشتغل الاول عشان اترقى، فبشتغل في بحوثي في اضطراب شويه، الان ممكن ما اترقاش في بحوث، ممكن اسقط في بحث، ممكن، فبيبقى في تحت ضغوط. طب بقيت بروفيسور بقى اشتغل باريحيه وابدع اكتر. ده الاستاذ الباحث اللي هو بينتج لغايه لما يموت. في بقى استاذ موظف، الاستاذ الموظف ده اللي بيشتغل بحوثه فقط على قد البحوث والعدد اللي عايزينه للترقيه، واول ما بياخد الاستاذيه ما بيكتبش ورقه لغايه لما يتوفاه الله. دي كارثه. احنا النهارده العلم في مصر محتاجين ان احنا ننتج عشان خاطر نعلي بقى اسم مصر وجامعاتنا المصريه وسط السكور العالمي. عشان نرجع لموضوعنا لان احنا دخلنا في تفاصيل مختلفه، هنيجي لجزئيه زي موضوع الامتحانات بشكل عام. احنا مقبلين خلاص على امتحانات الفصل الدراسي الاول بالنسبه للمدارس والجامعات. مدارس والجامعات. لكن كمان عندنا الهاجس الثانوي طول الوقت، وهي امتحانات الثانويه العامه، وتوتر لدى الطلاب طول الوقت، والعكس كمان ده توتر عند الاهالي اولياء الامور. بالظبط. يعني اولياء الامور المفترض احنا ممكن نقول لهم ايه؟ هدوا اولادكم علشان الامور صعبه. لا ده هم اصلا مش هدوا، هم اصلا خايفين وقلقانين. طب الحاله النفسيه اللي ده فيها واللي ده فيها، ازاي هنخلق حاله الثبات الانفعالي؟ يعني نعملها ازاي دي؟ هو يمكن اي جديد دايما بيجي يا استاذ خالد، اي شيء جديد بيبقى فيه ما يسمى بالممانعه. يعني تلاقي الناس رافضاه. لكن لما تخوف منه. بالظبط كده، بيجوا يشوفوا بقى الفكر، وازاي الدكتور طارق شوقي اما جيب يعني المنظومه التكنولوجيه الجديده بالظبط، وبدا يشتغل والتابلت والاخر والحاجات دي كلها. ده الكلام ده على فكره شيء راقي جدا، لكن احنا هنا بدات الناس تحكم عليه من قبل ما نشتغل فيه، ودي للاسف الشديد. لكن اللي انا عايز اقوله انه لازم نواكب العصر، ولازم التجربة تاخد وقتها علشان يثبت نجاحها، أو يعني يتم إثبات نجاحها أو فشلها. وفي نفس الوقت الطالب المصري أو المتعلم المصري من المتعلمين اللي بيتكيفوا على المتغيرات بسرعة شديدة. يعني خلي حد مثلا من الطلبة اللي راح درس بره تلاقيه بيتكيف مع الوضع بسرعة، أو اللي راح ياخد ماجستير أو دكتوراه من الخارج تلاقيه برضو توافق وتآلف مع الوضع الجديد اللي هو غير الوضع المصري بسرعة وبحرفية. كذلك الطالب المصري هنا، وده بدأت من لما كان الثانوية العامة 3 سنين وبعدين رجعت، لا ده سنتين وبعدين رجعوها تاني سنة، وبعدين يعني أقصد
برضو كان في كل مره الهاجس موجود والتخوف اولياء الامور، لكن بيثبت ابنائهم بيثبتوا ان هم قادرين على تحمل المسؤوليه وعلى مواكبه هذا التغير اللي هو اللي طرأ عليهم بنجاحه بتفوق، بدليل ان برضه بيخشوا كليات. ازاي اخرج من حاله التوتر اللي انا اكون فيها؟ يعني اكيد شفنا حالات كتيره جدا طلبه متفوقين، نعم، وتلاقيه يقول لك انا داخل الامتحان مش فاكر حاجه. الان بالظبط هو مش فاكر حاجه، هو متفوق اصلا، يعني انا هو نسي، هو الموضوع بيجي بقى أصلاً للنسيان ونشوف سببه. يعني في نظريه من نظريات النسيان يا استاذ خالد اللي هي النسيان بتداخل المعلومات، يعني الطالب اللي بيقعد يذاكر كتير ده وبعدين ما يديش لنفسه قسط من الراحه عشان يبدا يرتاح، ما هو الجسد لا، العقل والجسد لا ينفصلان، خد بال حضرتك، مرتبطين ببعض. فانا علشان اقعد اشتغل على الذاكره واحشيها ولا اخرب المعلومات وبعدين اروح بدون ما جسدي يبقى مستريح، اكيد هيحصل لي دروب، واخد بال، لان في ناس بتطبق، ودي رساله للطلبه، يعني ما تطبق ازاي؟ يعني الجسد له لازم يبقى ليه راحه، واخد بال حضرتك، على اساس ان انا ده وحدات عصبيه كلها بتشتغل، انا مش كمبيوتر. ما هو الفرق بين الكمبيوتر والانسان ايه؟ الكمبيوتر بيشتغل بحاجات الكترونيه، اما الانسان في حاجات عصبيه، في حاجات يا دكتور بتبقى خارج السيطره. في يعني انا ممكن واحد من كتر التوتر هو مش عارف ينام. ما هو ده القلق الطبيعي. بص اقول لحضرتك على حاجه، في نوعين من قلق الامتحانات، يعني القلق منظومه كبيره فيها انواع كتير، منها قلق الامتحان او اللي هو التيست انكزايتي. قلق الامتحان ده شيء طبيعي، ان لما يبقى طالب عنده امتحان لازم يبقى قلق. ده لو ما بقاش قلق ما يبقاش طبيعي نفسيا، ما يبقاش مظبوط، واخد بال حضرتك، فلازم يبقى قلق. بس يبقى قلق، القلق انه اي قلق؟ القلق الذي يؤدي الى الدافعيه والانجاز، مش القلق اللي يؤدي الى النقص والتردي. ما هو واحد ممكن يقلق لا يذاكر ولا يعمل، وانا كده كده ما لحقتش الم الماده وهسقط ولا اخره، فده يؤدي بيه الى النقص والتردي والفشل. انما القلق اللي يؤدي بالفرد الى الدافعيه والانجاز هو ده القلق الطبيعي اللي احنا بندعو ابنائنا ان هم يعني يبقوا فيه، لانه بيخلي الفرد قادر على تحمل المسؤوليه. ولا يعني اخفى على حضرتك سرا ان الطلبه بشكل عام بيعانوا مما يسمى بالضغوط، الضغوط الاكاديميه او الدراسيه. يا استاذ خالد، يمكن انا النهارده قبل ما اجي الحقيقه بنتي سلسبيل وهي في رابعه ابتدائي قاعده بتذاكر كده، فبصيت لها وقلت لها يعني يا سلسبيل انا حاسس بيكي، حاسس بالضغوط الدراسيه والاكاديميه اللي عليكي. فبصت لي كده وضحكت يعني. فاقصد اقول لحضرتك حتى لو طفل عنده ضغوط دراسيه، الحفظ مثلا كتاب ودروس ومقرر او يعني مواد دراسيه عليه، ابنائنا بالفعل متحملين مسؤوليه، بس للي هو يعني زي ما بنقول متحملها، لان في ناس تانية عندها لا مبالاة، سواء هم او بعض اولياء الامور للاسف الشديد. فدي برضو دعوة لاولياء الامور ان هم لازم ياخدوا بالهم من ابنائهم، لان الجائحة اثرت بشكل سلبي على حاجات كتيرة الحقيقة يعني. لكن يبقى حرص اولياء الامور على ابنائهم، لان النهاردة المدرسة اصبحت مدرسة موازية يا استاذ خالد، مفيش مدارس. طيب اونلاين اوكي، لكن له عيوبه برضه اونلاين ومشاكله. اصبحت المدرسه في البيت، اصبحت الام ست الكل، هي معلمه لغه عربيه واخصائيه نفسيه واخصائيه اجتماعيه في البيت، ومعلمه رياضيات ومعلمه كل حاجه في البيت، وشيف وطبيبه. يعني دلوقتي بقى فيه عبء كبير جدا على الاسره. ندعو الله سبحانه وتعالى انه يبقى في ميزان حسناته. يا رب. دكتور سليمان عبد الواحد، استاذ صعوبات التعلم المساعد، نائب رئيس مجلس اداره الجامعه المصريه لصعوبات التعلم، شرفتنا ونورتنا، ودايما بنسعد بوجود حضرتك معانا. بالساده المشاهدين، وان شاء الله عام سعيد بدون كوفيد. يا رب ان شاء الله. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، نذهب الان الى بورسعيد والاحتفال بمرور 21 عام على انطلاق منظومه التعليم المزدوج، نتابع.